هل احنا في الدراما العمانية راح نصور اي خليجي في مكان غلط، او نصوره تصور وننزله ونوصله الى هذه المرحلة، الى هذا المكانة؟ مرفوضة. ليس العتب على الفنانين، الفنانين يمكن بيأدون أدوارهم باقتدار. تحية لعصام الزجالي وتحية للأخ الشحري اللي قدم دور الأب، تحية لهم، هم فنانين. أنا العتب على الكاتبة، أنا ما تظهر الفنان، ما تظهر العماني بهذا الشكل وبهذه الصورة. والآن ما ممثلين عمانيين كثير قاعدين الآن يقدمون أعمال، يعني البعض منهم خدام واللي شغالة واللي هندية واللي، ليش يطلب الفنان العماني أن يقدم هذه الأدوار بالخارج؟ ولكن أنا أرجع أقول لك، العتب على الكتابة وعلى من وافق على هذه الكتابة ومن أظهر العماني بهذه الصورة وبهذا السلوك، فهي مرفوضة. لا موسيقى في الأحمدي مسلسل جميل، يعني إحنا تابعنا حتى الآن الحلقتين، ويجب أن نتابع أكثر لنقتنع في حكاية الطرح. يعني أنا فقط ملاحظتي في هذا المسلسل على الحقبة التاريخية اللي ذكرت، يعني ما كانت صحيحة حكاية العمل وما شابه ذلك. هذه يعني موضوع إنساني عادي، الكثيرين من الناس تغربوا من أجل أن يعني يقتنوا رزقهم من الله سبحانه وتعالى وبالحلال، ولا يمنع هذا، ما يسيء، بالعكس. لكن أنا كنت أتمنى أن لو كان في نوع من الحذر في يعني في تناول الشخصية العمانية في هذا المسلسل، ويعني إبراز الحقبة التاريخية بشكل صحيح، لأن الحاصل الآن يعني وكأن كده زجت الشخصية بلبسها بشكلها الحالي، ونحن في يعني فترة حساسة جداً.